حياكم الله وألف هلا بكم طلابنا الأعزاء في محاضرة الصوت بهذه المحاضرة الجديدة. اليوم إن شاء الله راح نراجع أشياء بسيطة أخذناها بالمحاضرة السابقة. المحاضرة السابقة المحاضرات السابقة أخذنا هذا الرسم، هاي التعاريف، الفوناتيكس، الفونيمز، الار بي، البي بي سي. اكو طلاب يقولون استاذ احنا ذني ما اخذناهن كذا، حسب جامعتك، اذا جامعتك ما اخذ ذني تعاريف احفظهن، ما اخذتهن لا تحفظهن. الرسم هذا جدا مهم، يعني حتى لو استاذتك بالجامعه او استاذك اللي بالجامعه ما اخذهن، انا نصيحتي لك تحفظه لان تحتاجه. هذا شلون الخريطه نعتمد عليه، هذا الرسم جدا 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 مهم. نفس الشيء هذا ترى هو نفسه خبصونا، والله العظيم دوخونا الطلاب، استاذ يا رسم محفوظ. يا اخوان صدق انتم تشوفون صدق كذي؟ صحيح انتم بالانجليزي ضعفاء، بس بالنظر هم ضعفاء، النظر هم ضعيف. انت يا اخي ده شوف نفس الشكل، تيث، لبس، نيزل كافيتي، هو نفسه شنو المشكله؟ معودين نيزل ترى نفسه، بس هذا موضح وهذا اقرب الوان وهذا ايضا اقرب. يعني اوضح لكم الصوره بعد اكثر، يعني هسه انت تريد تشوف صوره، يعني مثلا خلينا نقول سياره، هاي السياره من تشوف لها صوره واحده ما راح تفهمها زين، ما راح تشوف السياره زين، بس انا اذا دزيت لك خمس صور لهاي السياره انت راح تشوفها واضحه. فانا هاي نفس الحاله، دزيت لك حطيت لك اكثر من صوره على مو تفهمها بشكل جيد. يجيني واحد يقول استاذ يا صوره نحفظ، يا اخوان صدق كذب احفظ ايه؟ هذا هو اهم شيء هذا، بس ذني للتوضيح. اخذنا ايضا ذني التعاريف المهمه، الفوكال فوتس، البالت، انواع ثلاثه، فيولا، تيث، تانج، هذه كلها تعاريف مهمة. واخذنا الفويس ساوندز، الاصوات المهموسة، فويسلس ساوند، الاصوات الغير مهموسة، واخذنا الكونسوننت والفاولز، وقلنا شنو الفرق ما بيناتهم، موجود الشرح بقناتنا على اليوتيوب. واليوم ان شاء الله راح ناخذ ثلاث او شغلتين جدا جدا مهمة. عندنا اليوم تعريف السترونج ساوند والويك ساوند، الاصوات القوية والاصوات الضعيفة. شنو المقصود بالاصوات القوية والاصوات الضعيفه؟ شنو المقصود بالاصوات القويه والاصوات الضعيفه؟ سترونج كونسوننت وويك كونسوننت، اصوات قويه واصوات ضعيفه. طبعا الويك كونسوننت الاصوات الضعيفه، كونسوننت ان ويتش از باشد اوت باي ذا لينكس وذ ا ليتل فورس. الاصوات الضعيفه هي الاصوات الساكنه او الحروف الاصوات الساكنه التي يتم فيها دفع الهواء الى الخارج بواسطه الرئتين بقوه قليلة. إذن هي الأصوات التي تحتاج إلى قوة ضعيفة، ما تريد ضغط قوي، هي أصوات ضعيفة تريد ضغط خفيف حتى تخرج، لذلك احنا نسميها ضعيفة. عندنا سترونج كونسوننت الأصوات القوية، شنو معناها الأصوات القوية؟ هي الأصوات اللي تخرج من الرئتين للخارج، يعني تخرج من الرئتين بوسطة الرئتين، من الرئتين إلى الخارج، وتحتاج إلى قوة كبيرة لكي يتم نطقهم. هي هاي الأصوات القوية وهذه هي الأصوات الضعيفة. يجيك بالامتحان ما هو الفرق ما بين الأصوات القوية والضعيفة، تعريف الويك كونسوننت، تعريف السترونج كونسوننت، هذين أيضا تعاريف ومقارنة جدا جدا مهم. جاب لك إياها المقارنة يعني تعاريف. هذا هو تعريف السترونج والويك ساوندز. كذلك عندنا الأورال ساوند والنيزل ساوند. الأورال ساوند هي الأصوات الفموية، والنيزل ساوند هي الأصوات الأنفية. إذن الأورال ساوند هي الأصوات التي تخرج بارتفاع سقف الحلق إلى الأعلى وخروج الهواء من الفم. طلاب إحنا عندنا نوعين من الأصوات بشكل عام. هذا إيه هاي المنطقة؟ إيه هاي المنطقة اللي تشوفها؟ هاي المنطقة اللي تشوفها طبعا اي هاي المنطقة اسمها soft palate. طلاب شنو اسمها عيني؟ soft palate. هاي منطقة soft palate، اي هاي المنطقة، اي هاي المنطقة soft palate. زين هاي منطقة soft palate اذا انخفضت لي جوا يخرج الهواء من خلال الفم الانف، ونقول علي نيزل، نقول علي نيزل. راح اعيدها، هاي المنطقة تنزل لي جوا، من تنزل لي جوا راح يخرج الهواء من خلال الانف، هذا هو خروج الهواء. زين لانه خرج لانه هاي انغلقت بتنخفض لي جوا. زين هاي المنطقه من ترتفع لي فوق تغلق هاي المنطقه لي فوق، وراح يخرج الهواء من خلال الانف
ونقول علي الفم ونقول علي اورال وخلي نجرب وياي خلي نجرب هسه وناخذ امثله. خلي نقول صوت ال س س س سد خشمك وقول س. هاي المنطقه مرفوعه هسه مسدوده س س. اذا صوت الس هو اورال لان الهواء يخرج من خلال الفم. زين خلي ناخذ صوت نيزل. هذا الصوت قول ن او قول م. ن ن ن ن ن ن. اذن هذا الصوت هو انفي. ليش؟ لان الهواء يخرج من خلال الانف. واتحداك تسد انفك وتقول صوت الن او الم. م قول م وسد انفك. سد الأنف مالتك وانطق الماء. ما تقدر. ليش ما تقدر؟ لأن صوت الماء هو صوت أنفي. حرف الام أو صوت الام هو صوت أنفي. هذا هو الأصوات النيزل والأصوات الأورال. هذا هو الأورال. Our sounds produced by rising the soft palate. soft palate يكون مرتفع. الأورال ساوند لذلك راح يخرج من خلال الفم ونسميه أصوات فموية. النيزل ساوندز هي الأصوات الأنفية، هي الأصوات اللي الصوت برت ينزل لي جوا وينخفض وراح نخرج هذا الصوت ومن الأنف ونسميهم نيزل. ومثال عليها صوت الم م م م م م. كل أصوات اللغة الإنجليزية أورال، بس عندنا ثلاثة نيزل اللي هم الم والنا والإنج. اتحداك هسه تقول الماء سد انفك وتقوله. ما تقدر. زين عيني. هذا هو صوت الاصوات النيزل واصوات الاورال. موضوع جدا مهم وهو يجي بالامتحان، يا اما يجي مقارنة او يجي تعاريف. احد عنده سؤال عيني على مادة الصوت؟ احد عنده سؤال خليه يضيفه بالتعليقات.